سيكون هنالك مؤتمر إقليمي سيقام في الربع الأول من العام القادم. هذا المؤتمر تم توجيه الدعوات إليه، يضم وزراء البيئة في كل دول الجوار، الجمهورية الإسلامية في إيران، تركيا، سوريا، الأردن، المملكة العربية السعودية والكويت، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة باعتبارها رئيسة الكوب الحالي، وجمهورية مصر العربية رئيسة الكوب السابق، والجمهورية اللبنانية. في هذا المؤتمر سوف نسعى بشكل جاد إلى إنشاء منظومة إقليمية تضم كل هذه الدول باعتبارها متأثرة في موضوع التغير المناخي وإن كانت بصورة متباينة، لإيجاد رؤية جديدة للتعامل مع تقاسم الضرر. جميعا متضررين لكننا الأكثر ضررا، وعليه لابد من إيجاد رؤية للتعامل مع تأثير حتمي للتغيرات المناخية، آخذين بنظر الاعتبار المصالح المشتركة. نحن نعمل ضمن مفاهيم معينة، يمكن لأول مرة تسمعين مصطلحات وأنا أتشرف بأني أول من أطلقها، هي دبلوماسية المناخ ودبلوماسية المياه. دبلوماسية المناخ نحن نسعى الآن من خلال وجودنا في الوفد التفاوضي، أنا عضو في الوفد التفاوضي في مع الجانب الإيراني والتركي في موضوع التفاوض حول المياه. لدينا أكثر من 90% من إيرادات المائية، تعلمون بأنه أكثر من 85% من إيرادات تأتي من الجانب التركي، حوالي 6 إلى 8 إلى 10 تأتي من الجانب الإيراني نتيجة لإقامة مشاريع، خصوصا مشاريع سدود في تركيا وفي إيران، وتحريف مجاري الأنهار أدى إلى تراجع بحدود 40% من إيراداتنا المائية. وطبعا هذا أثر بشكل كبير على نوعية وكمية المياه، خصوصا في محافظات أسفل النهر في المحافظات الجنوبية.